متابعينا الكرام في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. اليوم يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحارة، لتتجاوز درجات الحارة بها وتصل إلى حاجز منتصف الثلاثينيات في بعض المناطق بما فيها العاصمة الرياض. الأجواء اليوم تميل للحرارة في مناطق عديدة من المملكة، خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. تصل اليوم في العاصمة الرياض مثلا درجة الحرارة إلى حوالي تقريبا 34 درجة مئوية في ساعات النهار بمشيئة الله تعالى. نصعد سويدا درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم في باقي مدن ومحافظات المملكة، والصغرى الليلة القادمة نبدأها من تبوك 28-16 على 24-12، وفي إسكاكا من 26 إلى 14 درجة مئوية. في المناطق الغربية المملكة تكون في المدينة المنورة 33 إلى 23، في جدة 30 إلى 26، في مكة المكرمة 35 إلى 24، وفي الطائف من 27 إلى 16 درجة مئوية. في جنوب غرب المملكة في جازان 31 إلى 25، في أبها من 24 إلى 13، وفي الباحة من 22 إلى 14 درجة مئوية. تكون في الإحساء من 35 في ساعات النهار، والصغرى 17 درجة مئوية، في الدمام 32 إلى 17، وفي حفر باطة من 28 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى لين حوالي 14 درجة مئوية. أما في المناطق الوسطى في العاصمة تكون 34 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 18، في بريدة 28 إلى 15، وفي حائل من 26 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى لين حوالي 10 درجات مئوية. نراقب هنا في مركز طقس العرب تطور ما يسمى بموجات غبارية كثيفة، وحتى ربما تصل إلى حد العاصفة الرملية في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، تحديدا يومي الجمعة والسبت، حيث يتوقع عبور جبهة هوائية باردة بدءا من المناطق الشمالية من المملكة مع ساعات صباح يوم الجمعة، تصل المناطق الوسطى مع ساعات مساء يوم الجمعة، ويكتمل عبور هذه الجبهة الهوائية مع ساعات صباح يوم السبت. ذات الجبهة الهوائية الباردة يتوقع أن تترافق بمشيئة الله تعالى اشتداد كبير في سرعة الرياح وهبوب كثيف للغبار في مناطق مختلفة في المملكة، ربما تصل على حد عاصفة رملية تكون واسعة النطاق، تؤدي إلى تدهور كبير في مدى الرؤية الأفقية وازدياد في نسب الغبار بشكل لافت في الأجواء في حالة قد تكون الأقوى منذ فترة طويلة. طبعا المزيد من التفاصيل سنكون معكم تباعا اليوم في النشرات الجوية المختلفة للحديث عن هذه الحالة الجوية. أما بالنسبة لنهار اليوم فالأجواء مستقرة، وأتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم جميعا. دمتم دائما بود وخير، إلى اللقاء.